الصعوبات اللي قابلتها في بداية حياة الشركة وحتى الآن كانت كثيرة جدا، منها تغير سعر العملة بحيث الأسعار اللي احنا بنقدمها تبقى مش مقبولة للإنتاج. لما ابتدينا كان سعر الدولار 80 قرش، النهاردة الدولار قرب على 6 جنيه، واحنا كل المواد الأولية داخلة في الإنتاج بتستورد بالعملة الصعبة، فمع مضاعفة سعر التكلفة 7 أضعاف من أول ما ابتدينا، فكانت عملية صعبة جدا بالمواءمة ما بين الأسعار اللي موجودة عن المستحضرات وعن التكلفة. أنا عارف إن إحنا في مصر هنا عندنا صعوبة في الصرف، يعني حاجات غالية، وكنت واخد مبدأ عدم رفع السعر كلما أمكن ذلك، وبذلك إحنا عندنا أصناف كتير ما زالت بنفس السعر اللي كانت موجودة عليها سنة 87. المشاكل التانية مشاكلي مع المساهمين. أكبر مساهم كان بنك فيصل الإسلامي. في البداية بنك فيصل هو اللي قدم كل التسهيلات المالية اللي مطلوبة لتطور والشركة لعملها، لكن جينا في مرحلة بنك فيصل كان عنده مشكلة إن هو كان عاوز يبيع بعض الشركات بتاعته، وقرر إنه يبيع شركة فاركو. كانت مشكلة كبيرة إن بنك فيصل اللي هو مساهم بحوالي 50% من رأس المال جه في يوم الأيام وقرر إنه يبيع الشركة، الحصة بتاعته يعني الشركة الأجنبية. أنا انفعلت جدا وتأثرت جدا، لأن ده مجهود سنوات طويلة جدا، وحاولت أمنع هذا البيع. كانت الطريقة الوحيدة إني أحل محل الشركة الأجنبية اللي جاية تشتري الشركة، وأدفع نفس السعر اللي هم عرضوه، وفعلا ربنا وفقني بالتعاون مع بنوك أخرى على حل هذه المشكلة، وبالتالي قالت ملكية الشركة تقريبا بالكامل ليا من غير ما أقصد، لأن كان المساهم الأكبر هو بنك فيصل في ذلك الوقت. صعوبات أخرى عدم توافر المواد الخام في مصر، كنا بنضطر نستوردها، بس أيضا كان عدم توافر العملة في بعض السنين، فكنا بنجد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة لاستيراد المواد الكيماوية. اتحلت عن طريق بنك الأهلي سوستي جنرال، لأن كنت عامل معاهم خط وكانوا بيساعدوني كلما أمكن ذلك، فعدينا الخطوة بتاعت صعوبة توفير المواد الأولية. الصعوبة الثالثة اختيار الناس اللي بتشتغل في الشركة، وأنا كنت واخد عهد إن أنا ما أخدش ناس من شركات أخرى، ده برضو نجحنا فيه بخلق جيل جديد من الناس يقدروا يخدموا أهداف الشركة. ومن أهم ميزات شركة فاركو أن جميع العاملين فيها من الحاصلين على شهادات جامعية، بس الفنيين المتخصصين هم اللي عندهم شهادات تخصصية، لكن جميع العاملين حاصلين على شهادات جامعية، وده بيخليهم أقدر على استيعاب التدريب وفهم ليه احنا بنطلب منهم الحاجات دي في التدريب. المباني، لان انا كنت عامل الشركة اول ما ابتديت عشان انتاج ماكسيمم 20 مليون جنيه في السنة، النهاردة مجموعة الشركات بتنتج 1,700,000,000 جنيه في السنة، وعشان كده المبنى القديم ما كانش بيساع كل التوسعات،
فكنا بنعمل التوسعات شركات أخرى بره الشركة، وطلع ده متطابق مع احتياجات حاجة بيسموها الجود مانيفاكتشرينج براكتس، اللي هي الصناعة الإنتاجية الجيدة اللي بتحتم عدم أنتاج أصناف مختلفة في مبنى واحد زي المضادات الحيوية وباقي الأدوية. فالمضادات الحيوية عملنا لها مصنع مستقل، بعد كده طلعوا تعليمات إن المضادات الحيوية نوعين، نوع فيه بنسلين وفيه مفهوش بنسلين، تبقى دي في مصنع ودي في مصنع عشان ما يحصلش يقولوا عليه كروس كونتامينيشن، أو ما يحصلش خلط ما بين أي حاجة حتى ذرات في الهواء مش مسموع. فكانت دي ميزة لنا بأن الشركة الوحيدة في مصر اللي كل مجموعة بتتعمل في مصنع مستقل بعيدة عن باقي الأصناف، فاحتمالات تلوث صنف لأصناف أخرى غير واردة في شركات شركة فاركو. وهكذا استمرينا في هذا التحدي إلى أن وصلنا إن احنا بقينا دلوقتي 8 شركات إنتاجية، بس كلها مجموعة شركات فاركو، وكلها بتصب في إنتاج وتوفير الأدوية للمواطن في مصر. في بعض حاجات كانت سبب في نجاح فاركو. أولاً الالتزام بالقيم اللي علموها لنا حتى وإحنا في الابتدائي. أنت فاكرين كانت الكراسة اللي بوزعوها علينا كان مكتوب على ظهرها كنظام وزارة المعارف العمومية، تبتدي باغسل يديك قبل الأكل وبعده، ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد، 10 حاجات وراء بعض. كنا بننفذ هذه القيم بفهم كامل. يعني إيه اغسل يديك قبل الأكل وبعده؟ يعني النظافة. كان أهم حاجة في شركة فاركو هي نظافة المباني والأجهزة والعاملين، بحيث ما يحصلش أي تلوث من أي حاجة ممكن ما تبقاش بالنظافة المرجوة والمطلوبة منها. لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، ودي معمولة للتلامذة، احنا كنا بنطبقها هنا، ما عندناش صنف من أصناف الأدوية بتاعتنا ينقص في السوق، بينما الشركات الأخرى كان تملي عندها مجموعة من النواقص، فكانت دي فرصة إن أصناف فاركو تخش بدل الأصناف الناقصة وتغطي احتياجات الناس من الأدوية. وهكذا القيم هي القيم اللي تعلمناها من أول المدرسة الابتدائي لغاية النهاردة، منها الصدق الالتزام والحاجات اللي موجودة في أي كتاب أو في أي دفتر بقينا نطبقها على إنتاجنا وعلى شغلنا في شركة فاركو. الصعوبات طبعا كثيرة ولا تعد ولا تحصى، إنما كنا نتدافاها بالعمل الجاد والأخوة والزمالة بين جميع العملاء. الناس اللي اشتغلوا معايا الحمد لله كلهم فضلوا معايا لغاية ما طلعوا معاش في سن 60 أو في سن 70. يعني محدش من اللي كانوا بيشتغلوا معايا سابني وراح شركة تانية، وده بيوري قد إيه كان في ارتباط بالعاملين بعضهم ببعض. طبعا في الفترة الأخيرة خدنا ناس كتيرة جدا من الشباب، دول هم اللي كانوا عملوا مشكلة أيام الثورة وأيام الحاجات دي، وما كانش فيه ارتباط بينهم وبيني مباشر، لكن أنا تنبهت لهذه الغلطة وابتديت أعمل هذا الارتباط معاهم، بإن بقعد معاهم وأكل معاهم وتفاعل معاهم عشان أعمل لهم نوع من الولاء مش ليا ولكن للشركة والمصر.
ابتدينا نفكر في التصدير، ودي من أول يوم. وأيضا اضطرينا نعمل مكتب في رومانيا بيوزع للبلاد اللي كانت شيوعية ودلوقتي بقت نصف شيوعية وبتاخد جزء كبير جدا من إنتاجنا. فلو اتكلمنا عن التصدير، رومانيا رقم واحد، اليمن رقم اثنين، السعودية رقم ثلاثة، وهكذا. عندنا 57 شركة أو دولة بيستوردوا مننا أدوية. حاجة مهمة جدا ابتديناها من مدة، وهي المستحضرات الجديدة، من إن من مش من إنتاج فاركو، لا، من اختراع شركة فاركو. فعملنا عدة اختراعات سجلت في أمريكا وفي أوروبا. التصدير بيعتبر هدف من أهداف الشركة، لأنه بيوفر لنا العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد الكيماويات، ودي بتحل جزء كبير جدا في حالة عدم توافر عملة صعبة في البنوك. فهدف مهم ونجحنا فيه الحمد لله. إنتاج اختراعات أو اكتشافات جديدة من شركة فارجو، بدأناه بإنتاج دواء للبلهرسيا اللي هو المرض اللي كان متحكم في أجساد المصريين من 7000 سنة، وكان العلاج بتاعه ساعات بيبقى مضر أكتر من البلهرسيا نفسها، وساعات العيان يموت من الدواء مش من المرض. وأتذكر أول دواء عملته شركة ألماني سموه باسم الملك فؤاد، سموه فؤادين لأنه كان بيموت دود البلهرسيا، بس مكتوب في النشرة إن الدواء ده ممكن يموت المريض نفسه. الحقنة الخامسة الدكتور ياخد باله ممكن المريض يقع منه ويموته، فيبقى يعمل احتياطات إنه يجيب كرسي عشان يقلبه عليه ويحضيله حقنة، معرفش حاجة تخض. إحنا عملنا دواء مشتق من نبات ممكن الواحد يأكل منه زي ما هو عاوز ويشرب منه زي ما هو عاوز وما يعملش أي أعراض جانبية، والصلاحية بتاعته طويلة، وكذلك القدرة بتاعته بتصل إلى من 75 لـ 85% من العلاج، وده خدنا عليه براءة اختراع. عندنا أدوية أخرى كثيرة. الدواء اللي حاليا بنشتغل عليه وإن شاء الله نوصل لحل قريب منه اللي هو الفيروس سي. العلاج بتاع الفيروس سي ده هيبقى ضربة قوية جدا، وبنعمل معاه أبحاث حسب تعليمات وزارة الصحة. هتخلص الأبحاث إن شاء الله وتعلن عنها عند إعلان العيد 25 للشركة، لأن هم دلوقتي بيعملوا التقرير. والأبحاث ناجحة جدا، وتعاوننا مع مؤسسة كبيرة في الدولة عملت جهاز يكشف عن مريض الفيروس سي من غير تحليل، وده هيحل لنا مشكلة كبيرة جدا، لأن أكبر تكلفة لأي مريض فيروس سي إن هو التحليل، قيمة أو تكلفة التحليل كل مرة بيكلف 400 جنيه ولا 500 جنيه عشان تعرف عنده ولا ما عندوش، وعشان ما بعد ما ياخد الدواء تعرف إنه شاف صحي ولا لأ. النهاردة بنتفق على شراء جهاز جديد مصري 100% معمول في إحدى الجهات الهامة في الدولة، هتوقف المريض قدامه أو تعديه قدامه لو عنده فيروس سي، المؤشر بتاع الجهاز هيتحرك وهيوفر لنا التكلفة اللي بندفعها عشان نعرف عنده فيروس سي ولا لا. بنطور هذا الجهاز حاليا برضو بالاتفاق مع الجهة الكبيرة اللي في الدولة،
إن نعرف قوة المرض عند المريض. اللي يطلع عنده مرض نحاول نعرف قوة المرض عنده، ودي هتحل لنا المشكلة تماما. يبقى هتنخفض التكلفة بس لقيمة العلاج اللي هو مصري 100% ومعمول في شركة فاركو 100%، وتكلفته هتبقى بسيطة جدا لا تتناسب مع التكلفة اللي العيان دلوقتي بيدفعها. دي الخطوة الثانية اللي عاوزكم تدعوا لي ان احنا ربنا وفقنا ونخلصها قريب. عندنا أدوية أخرى كثيرة تحت الإنتاج برضو بتحل حاجات زي الدواء بدل ما يعملوا بتر لمرضى السكر لأطرافهم. اللي بيجيله سكر بيجيله ساعات جنجرين في بعض الأطراف. عملنا علاج مرهم بيدهن هذا الجزء وما يتقطعش، فينقذ عشرات أو مئات المرضى من بتر أطرافهم اللي هم مرضى بالسكر، اللي مضاعفات المرض بتستوجب بتر هذه الأطراف. وهيبقى برضو نجاح كبير جدا، وأنتجناه فعلا ونزل في السوق، إنما لسه تعميمه ما تمش لأن بنعمل أبحاث تانية عشان التعميم يبقى على أساس هندي القوة بتاعت الدواء ده ويوفر قد إيه. السكة اللي احنا ماشيين فيها حتمت إن احنا نلجأ إلى تأكيد البحث العلمي، واللي حصل السنة دي اللي هي 2011-2012 حصل مشاركة مع الأستاذ الدكتور أحمد زويل الحاصل جائزة نوبل في الكيمياء والطبيعة، نتعاون سويا في الأبحاث، وحتطلع منتجات قريبا بنعملها في مدينة زويل. بس هو أنشأ معهد داخل المدينة اسمه حلمي انستيتوت فور ميديكال ساينسز، ده يضم الصيدلة وجميع العلوم الطبية، وأول مرة يبقى معهد فيه أكتر من كلية. يعني هيبقى فيه كلية طب وكلية صيدلة وغيرها من العلوم الطبية، واسمه حلمي انستيتوت فور ميديكال ساينسز، اختصاره هيم HIMS. ده هيبدأ إن شاء الله عام 2012، يعني العام الحالي أو القادم، العام الدراسي القادم اللي هيبتدي في سبتمبر أو أكتوبر 2012. وده هيدينا نقلة كبيرة جدا، لأن أكبر علماء في العالم قدموا إنهم يشتغلوا في مدينة زويل، وكلهم هنستفيد بيهم في الهم أو الحلمي انستيتوت فور ميديكال ساينسز، لأن هم بيشتغلوا في الخارج وبعضهم مصريين وقضوا عمرهم كله في الخارج، بس نفسهم يرجعوا مصر ونفسهم يلاقوا حتة يستفيدوا بيها من علمهم ومن من تطبيقاتهم في البلاد الأجنبية، معظمهم من أمريكا وأوروبا وألمانيا. فدي برضو قفزة كبيرة جدا في تاريخ فاركو، هيبدأ عام 2012 بعد حفل اليوبيل الفضي للشركة. من ضمن أسباب نجاح الشركة إن إحنا مش بنهتم بس بالإنتاج والجودة والتصدير، إحنا بنهتم بالبيئة المحيطة بينا والمواطن المصري اللي محتاج لمساعدتنا. فإحنا عندنا صرف كتير جدا على المجتمع، وعندنا نجاحات في حاجات غير صيدلية
أو غير طبية علاوة على الحاجات الطبية، زي العلاج الطبي عندنا مستشفى وعندنا مستوصف بنعالج فيه أهل المنطقة تقريبا بالمجان. بس أنا شايف إن العلم هو اللي هيوصلنا إلى التقدم. فالشركة تبرعت لمدينة زويل بمبلغ كبير يساعد المدينة على البدء فعلا في إنتاجها. كذلك عملنا بيوت للمسنين وعلى كل المستويات، يعني في مستوى للمسنين الفقراء يبقى الإقامة فيه مجانا، وده في كرموز، ودار للمسنين القادرين وده موجود في سموح، ده تكلفته المسن بيدفع معظمها والشركة بتساهم بالباقي. وأنا قلت مش لازم الواحد عشان يبقى مسن لازم يبقى فقير، يعني ممكن واحد يبقى قادر ومسن برضه فعاوز اللي يخدمه. فعملنا هذا الدار بيخدم المسنين القادرين، زي مثلا واحد أستاذ أو قاضي أو ومراته توفت وقاعد لوحده في البيت وعاوز ناس تخدمه، يقدر يروح هناك عنده دار على أعلى مستوى 5 نجوم زي ما بقالوا، بما فيها حمام سباحة وعيادة وأكل صحي ممتاز وتكلفة في مقدور أي واحد طلع على المعاش، يعني 700-800 جنيه في الشهر اللي هو المعاش بتاعه ممكن يدفعه هناك، يوفر له الخدمة والنظافة والأكل والعلاج. بينما في كرموز لأن الناس ما تقدرش تدفع عملنا دار موازية للدار بتاع سموحة، الإقامة فيها تقريبا مجانا للفقراء، فيبقى عملنا الاثنين. عملنا حاجات كتيرة جدا بنخدم بيها المجتمع، لأن بحس إن خدمة المجتمع لا يقل عن خدمة الشركة. فالحاجات اللي خدمنا بيها المجتمع غير دار المسنين، فتح مدارس ثانوية في برج العرب، فتح مدارس للبنات أو للسيدات برضو في اسكندرية. كنت بساهم بشخصي في حاجات كتيرة جدا كنت حاسس ان انا اقدر اساعد فيها. ففي الرياضة مثلا ساهمت فترة، كنت عضو مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري، ولو انها مش شغلتي لكن كنت بدي دفعة لنادي الاتحاد في ذلك العام لانه كان مهدد بالهبوط، والحمد لله لم يهبط حتى الان. اشتركت في جميع المؤسسات العلمية زي مدينة الأبحاث العلمية في برج العرب، المجمع العلمي للأبحاث العلمية في جامعة اسكندرية، كلية الصيدلة جامعة اسكندرية، كل دول اشتركت فيهم بنفسي كعضو مجلس إدارة في هذه الوحدات. اشتركت أيضا في عضو الغرفة التجارية المصرية، جمعية رجال الأعمال المصرية، وكل الحاجات دي كنت بدي فيها جزء من خبرتي لزملائي في هذه الأماكن. والحقيقة كلنا نجحنا في هذه الوحدات اللي هي برة الصيدلة وبرة العلم، لكنها أيضا مطلوبة للمجتمع. المجتمع محتاج للتكاتف من جميع العاملين أو جميع المواطنين، وكل واحد يقدر يساهم بجزء من علمه أو خبرته أو معلوماته. أيضا أنا ساهمت في جمعيات الروتري. جمعيات الروتري دي جمعيات خدمية بتخدم المجتمع
وكل نادي لازم يعمل على الأقل مشروع كل سنة. ويعني ترقيت في هذه المؤسسة بحيث أن بقيت محافظ المنطقة سنة 2006-2007. وفي هذه السنة الشركة الأندية اللي تبع المنطقة عملت 270 مشروع خدمي، 270 مشروع خدمي للمواطن في المنطقة، وكلها كانت خدمات محتاجاها المناطق. يعني حتت ما فيهاش ميه كنا بنوصل ميه للقرى اللي ما فيهاش ميه، حتت ما فيهاش نظافه، كل الحاجات اللي كانت بتسقط في المجتمع المدني كنا احنا بنكملها في الروتري. وانا بقول هذه الكلمه برضو لان في ناس مش فاهمين يعني ايه روتري وفاهمين ان هو مؤسسه اجنبيه. لا، ده مؤسسه الانديه هي اللي اعضاء فيها، لكن كلها خدمات، ما بتعملش حاجة أبدا غير الخدمات. ناس اتهموها إنها مرتبطة بمؤسسة أخرى سرية، أنا بقول الروتري مؤسسة علنية. وفي البن اللي أنا نفسه الدبوس اللي أنا شايله ده، أي عضو في الروتري ملزم إنه يعلق هذا الدبوس. ليه؟ عشان نثبت للجميع انها مش سريه، وان انا ما بعملش حاجه اخجل منها، بل بالعكس انا كل شغلي في الروتري اتشرف بيه واتباهى بيه عن بقيه الجمعيات. انا برضو قلت ازود النقطه دي رغم انها مش في صميم النشاط، لكن هي كلمه بقولها لله وللتاريخ. حد يمكن يسأل ليه أنا مهتم أكثر حاجة بالتعليم والصحة. الصحة طبعاً لأن أنا صيدلي وشغلتي إني أدي الدواء لعلاج الناس، وأديه بطريقة تكون مؤثر وأيضاً في مقدور جميع المواطنين. طب والتعليم؟ التعليم أنا وارث من أبويا الله يرحمه، وكان نظر مدرسة، وارث منه حب التعليم. واشتغلت في التعليم في الأول في كلية الصيدلة، وبعدين في مؤسسات زي إقامة أو بناء مدارس. أذكر أول مدرسة بنيناها لما حصل زلزال سنة 91 والمدارس اتهدت، فبنينا مدرسة نفس السنة وسلمناها لوزارة التربية والتعليم في نفس السنة. ولأنهم طلبوا مني أن أعمل تسمية باسمي، أنا قلت لا، دي هتكون باسم الله يرحم والدي لأنه هو من رجال التعليم السابقين، فسميناها مدرسة عباس حلمي الثانوية للبنين. وبعدين عملنا مدرسة تانية للبنات، وبعدين عملنا مدرسة كبيرة للبنين والبنات، وهم سموها مدرسة الدكتور حسن عباس حلمي، لأن أنا ما كنتش بسمي حاجة باسمي خالص، ودي موجودة في برج العرب. فسبب اهتمامي بالتعليم ده سبب وراثي، يعني أنا وارث حب التعليم. وحضرب لكم مثل، لما كنت في كلية صيدلة كان السنة اللي أنا بدرس فيها ثلاث مواد، الطلبة كلهم يسقطوا في المادتين التانيين إلا المادة اللي أنا بدرسها. ليه؟ لأن مش كنت بدرسها، كنت بحفظها لهم وأفضل وراهم لغاية ما يتقنوها. وأول امتحان عملته للطلبة ما بقيتش اديهم نمره، بقيت اقول له اذا غلط يعني صفر وست اشهر سجن. ف
كانوا بيتخضوا طبعا، يروحوا يجيبوا اولياء امورهم ويقابلوا العميد. الدكتور حسن عامل لنا 6 أشهر، بقول له اه ده غلط في الجرعه اللي هيديها للعيان، فلو العيان شربها هيموت ويعتبر قتل خطأ وياخد 6 أشهر سجن. عاوز يحس بخطورة العمل اللي بيعمله. فبعد كده في نهاية السنة ولا واحد سقط في العلم اللي أنا بدرسه، ودي بقول نقطة مهمة جدا لما يكون واحد غاوي شغله وبيحبه وفهمه. احنا عملنا تبرع لمدينة زويل لأننا معتقد إن مستقبل مصر هيكون عن طريق تطوير التعليم. في فترة سابقة عملوا لجنة في اسكندرية لتطوير التعليم وحطوني عضو في هذه اللجنة، واشتغلنا كويس قوي وطورنا حاجات كتيرة جدا. إنما بعد كده اللجنة خلصت، وعاوز أقول لكم حاجة، كنت أنا الوحيد في اللجنة اللي مش من أهل التعليم. يعني اللجنة فيها وكيل وزارة التعليم، وزير التعليم، نائب رئيس جامعة اسكندرية، يعني كلهم من رجال التعليم إلا أنا. وقلت لهم هتكتبوا إيه قدامي، قدام اسمي؟ فقال هنكتب مواطن من اسكندرية. يعني حطوني في اللجنة كمواطن من اسكندرية. أول اجتماع قلت لهم حاجة غريبة جدا، قلت لهم أنا مش عارف حطني في اللجنة ليه، لأن كل اللي فيها يا أساتذة جامعة يا إما وكلاء وزارة بتوع تعليم، أنا صيدلي. وهقول لكم حاجة استفدتها من خبرتي كصيدلي، إن إحنا لما بنعمل دواء وبنخترع دواء مش بس بنقول الدواء هيبقى إيه، كذلك بنختار العبوة اللي هنحط فيها الدواء، لأن ممكن الدواء يبقى كويس قوي وفيه عبوة غير مناسبة يفقد الدواء بعض خصائصه أو يخليه عديم النفوذ. فسألتهم سؤال، أنتوا لما بتعلموا العيال حد فيكم خطر في باله يدرس المخ اللي بيستقبل هذا العلم؟ وشبهت المخ، مخ الإنسان يعني أو مخ الطفل، بالعبوة اللي هنحط فيها التعليم. تشبيه غريب، إنما هم فوجئوا لما وريتهم مخ الإنسان عبارة عن ناحية شمال وناحية يمين، والناحية الشمال بتستوعب اللوجيك يعني المنطق والأرقام والحروف والكلام والإعراب مش عارف إيه، والنص اليمين بيستوعب الصور والمزيكا. وإن لما بقول لك اسم واحد ده بيجي في الناحية الشمال، وبعدين بياخد شوية وقت عشان تجيبه من الناحية اليمين تجيب صورته وهكذا. لما هما فهموا دي بقى، لما يلاقي تلميذ سرحان في الحصة ما يطردوش. كان الأول لما يلاقي تلميذ سرحان يطردوا بره الحصة، دلوقتي بيعرف إن السرحان ده شغال بالنص اليمين، عنده تصور تهيؤات، ودي إحنا بننميها في التلامسة. ليه؟ لأن المتخرجين كلهم حافظين صم إذا نجح المقرر، إنما لو قلت له حاجة تحتاج لتفكير أو لتخيل أو لاستنباط، أول كلمة يقولها لك ما خدناهاش. بينما مخ الإنسان مصمم بفضل الله إنه يعمل الحاجتين. وعشان كده عملت لوحات للأساتذة والمدرسين عشان نشرح لهم مخ الإنسان، لأن ده هو العبوة اللي هيحط فيها العلم اللي هو بيديه لهم،
وقلت لهم رأي التلامذة فيكوا إيه وأنت راكب فوق نفسه وقاعد تحفظه بالعافية وتشتمه وهو مش فاهم. رأيه فيكوا إنكوا ناس مجانين. فزعلوا في الأول. قلت لهم لا، لازم تعرف إن الطفل ده مفروض تستوعبه وتديله اللي هو عاوزه بشويش، وتعرف هو مش فاهم ليه. وضربت لهم مثل بتلامذة كانوا بيقفوا في الطابور الصبح، وهو واقف في الطابور بعد 5 دقايق يقع في الأرض. واللي قال الكلام ده واحد من أساتذة التربية والتعليم السابقين. لما بقوا يكشفوا التلامذة دول لقوا عندهم أنيميا. الأنيميا هي نقص في الحديد وبعض الفيتامينات تخلي المخ مش قادر يستوعب الكلام اللي بيقوله المدرس، فالتلميذ معذور لأنه عنده أنيميا. فعملت مشروع مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة إن إحنا ندي كل أولا نحلل لجميع طلبة المدارس الدم ونشوف نسبة الهيموجلوبين فيه قد إيه، وإذا عنده نقص نديله دواء عملناه مع معهد الأغذية يغطي النقطة دي. وحللنهم بعد هذا، بعد أن أخذوا الدواء فكان نسبة الشفاء أكتر من 87%. لما قلنا إن الناس يشتروا الدواء ولا واحد اشتراه رغم خطورته على صحة الطالب، فبقيت أفرقه من الشركة بالمجان عشان كل الناس تستعمله. مش بس كده، ده احنا كمان اتبرعنا ب5 مليون كبسولة في العراق أيام الرئيس صدام، وبرعنا لوزارة الصحة في مصر وبلاد أخرى بهذا المنتج بدون قيمة عشان نجبر الناس أو نساعد الناس على أنهم يستعملوه. وإن شاء الله من ضمن الأشغال بتاعتنا في السنين القادمة إن أنا هصحي هذا المشروع وهعمله مشروع قومي هتصرف عليه شركة فاركو بالكامل، بحيث إن إحنا نعمل كشف على جميع تلامذة المدارس نشوف اللي عنده نقص في الفيتامينات والحديد والحاجات دي، ونعمل لهم دواء موافقة ليه من وزارة الصحة نديه لهم بالمجان، ونخلي التأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أو التربية والتعليم إنهم يراقبوا تناول التلامذة لهذا الدواء، وده هيرفع كفاءة المخ في استقبال المعلومات. الحاجة التانية اللي عثرنا عليها إن ولد مش شايف، يعني عنده عجز في النظر، والمدرس في الحصة مش عارف الولد ده ما بيرد على سؤال تاني، لما يسأله سؤال مكتوب على السبورة يرد على سؤال تاني. فعملنا حاجة سهلة جدا ممكن أي حد من غير ما يكون دكتور إنه يكشف على نظر جميع التلامذة ويحدد اللي عنده عجز منهم. وعملت 1000 علبة منهم وزعتها على 1000 مدرسة. كل تلميذ هيتعرض لهذا الامتحان، وده سهل جدا وفي دقيقتين يعرف إذا كان بيشوف كويس أو عنده عجز في النظر. لو لا عنده عجز في النظر نقول له أعاده قدام، يعني حل سهل، مش عاوز لا دواء ولا دكتور. اللي عندهم عجز في النظر نقعده قدام عشان يشوف السبورة ويشوف المدرس، ودي برضو بنحل بيها
مشكلة التعليم، وكانت فائدتي كصيدلي في هذه اللجنة اللي هي بره وكلاء الوزارات اللي كلهم بيشتغلوا في التعليم. كانت فائدة ان واحد بيشتغل في الصحة، وبعدين بعد ما كنت مستهزئ ان هم حاطيني في اللجنة عرفت منهم ان انا كنت مفيد جدا في بعض التوصيات اللي قلتها في اللجنة. بالنسبة لمستقبل فاركو، انا عملت مشاركة مع الأستاذ الدكتور أحمد زويل في مدينة زويل إن احنا نشتغل سوا في هيم إنستيتيوت أو معهد حلمي للعلوم الطبية، وهنبتدي بدواء الفيروس سي، وعندنا أدوية أخرى. وطبعا مدينة زويل فيها ناس كتيرة جدا غير الصيادلة والأطباء، فيها أيضا مهندسين إلكترونيين لأن دول هنستفيد بيهم في تطوير الجهاز اللي هو بقى عندنا دلوقتي، لأن الجهاز ده حاليا بيقول اللي واقف قدامه عنده فيروس سي ولا لأ. التطوير بنعمله عشان يقول عنده إيه، كمية قد إيه، عشان لما يتعالج نعرف العلاج كامل ولا ناقص. هذا التطوير هيدخلنا في الحقبة الجديدة من العلم والتطوير اللي أنا في فاركو ما أقدرش أعملها دلوقتي، لأن دي محتاجة لكبار العلماء من جميع أنحاء العالم. وأنا مستبشر بمشاركتنا مع مدينة زويل إن احنا هنعمل كل الحاجات دي بالاشتراك مع المدينة ومع علماء المدينة اللي عددهم عدد كبير جدا في مختلف التخصصات، وكلهم أو معظمهم مصريين بيعملوا في الخارج لسنوات طويلة واشتاقوا للعودة لمصر، بس كان الأول ما يقدروش يرجعوا لأنه لو رجع هيشغلوه مدرس ثانوي، فما كانش حد منهم يقدر يرجع. النهاردة عندهم فرصة، والدكتور أحمد زويل قال لي شخصيا إن في طلبات كتيرة جدا من أساتذة وعلماء بره مصر وفي أمريكا بالذات كتبوا له عشان بيطلبوا إن هم يشتغلوا معاه في هم أو معهد حلمي للعلوم الطبية.